محاولة اغتيال عبد الناصر التي كانت بداية تبدد الشكوك الوطنية من البعض حول الرجل وبداية التعاطف الشعبي الكبير معه. وتعالوا نتذكر الواقعة التي حدثت أثناء خطبته في المنشية بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال باتفاق الجلاء. لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي ولا أستطيع أن أعبر عن شكري لله حينما أتواجد في هذا الميدان وأحتفل معكم أنتم يا أبناء الإسكندرية بعيد الجلاء وبعيد الحرية بعيد العزة وبعيد الكرامة. فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. هذا جمال عبد الناصر يتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغردون أن يعتدوا عليه وعلى حياته. حياتي فداء لكم ودمي فداء لكم أيها الرجال أيها الأحرار. إن جمال عبد الناصر ملك لكم وإن حياة جمال عبد الناصر ملك لكم. أنا جمال عبد الناصر منكم ولكم، دمي منكم ودمي لكم، وسأعيش حتى أموت مكافحا في سبيلكم وعاملا من أجلكم، من أجل حرياتكم ومن أجل كرامتكم ومن أجل عزتكم. أيها الأحرار أيها الرجال أيها الأحرار أيها الرجال أيها الأحرار سيبوني أيها الرجال. فليقتلوني فليقتلوني فقد وضعت فيكم العزة، فليقتلوني فقد وضعت فيكم الكرامة. حاولوا يقتلوه في ميدان المنشية بالإسكندرية سنة 54، ودي حقيقة لا جدال فيها، واحنا عصرنا هذه الأحداث وحضرنا في التحقيقات وقبضنا على الناس اللي حاولوا يعملوا كده وحقيقة ثابتة في تحقيقات رسمية، ولم يكن هناك مبرر أبدا عشان احنا ندعي ونقول لإخوان المسلمين عايزين يقتلوا عبد الناصر. ليه؟ عشان احنا كنا قوة، واي قوة تقف قصادنا نخلص عليها. فكانت النتيجة لما حاولوا يقتلوه بطريقة بدائية طرانجة هناك، فتعرض على الناس دي وانتهت العلاقة مع الإخوان المسلمين. بعت له فورا بستفسر عن صحته، وبعت له مندوب، لكني فوجئت بان الصحف ما نشرتش الخبر، ورحت له بعد ما رجع القاهرة احتجيت على عدم النشر، فلقيته في بيته مع محمد حسنين هيكل، وكانت المقابلة جافة وبردة. ألم تكن الثورة متعاونة مع الإخوان في البداية؟ بالأول في أول سنتين، لكن بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر انقلبت عليا الثورة انقلابا شديدا. يعني لما جت حركة الإخوان المسلمين ضرب عليه رصاص بقت الثورة والحكم قصة تانية. يعني أنا ما أعرفش لو كنت محله كنت هعمل إيه، لكن أنا بتكلم لغاية أنا ما مشيت وأنا ما اشتركتش في الحكم، عشان كده برضو أنا ما أقدرش أحكم على نفسي. لو جالي الحكم وجاه ناس حاول بالقوة المسلحة يعملوا حاجة لازم كنت هقمع، مش كده ولا إيه؟ أصل يعني أنا ما أقدرش أحكم على ناس إلا بالظروف اللي كانوا فيها. الإخوان المسلمين دولت يعني للأسف الشديد إن هم كان قدامهم فرصة في أزمة مارس 54 إن هم يقفوا جنب القوى الشعبية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اللي كانت عاوزة تشيل أو ترجع الجيش لسكناته، إنما خانوا هذه الإيه الحركة على أمل إنهم يكون لهم دور الشريك في
في حكم عبد الناصر بعد كده، انما كان لازم يفهموا ان عبد الناصر لا يقبل شريك معاه في الحكم، وبالتالي هو مجرد ما انتصر عبد الناصر في ازمه مارس 54 بدا يضرب في مين؟ في الاخوان المسلمين. فكانت النتيجه انهم حبوا، او التنظيم السري بالذات بدا حب ان هو يقتلهم. حادث المنشيه مصطفى بيه، انا اعتقد انه حقيقي. مما يؤسف له ان يحاول البعض ان يصور ان حادث المنشيه مؤامره مدبره من عبد الناصر ومن الثوره ضد الاخوان، وهذا قسم اقسم بالله العظيم ان هذا باطل باطل باطل، وان الحق المجرد ان الاخوان هم مدبري حادث اغتيال الرئيس عبد الناصر في المنشية، وانا لي تجربة معهم سابقة، وبقولها عشان اوضح ان احنا لا نفتري على احد ولا نتهم احد، ولكن انا كنت ضابط ومن ضمن الضباط اللي انضموا للاخوان المسلمين في اول حياتهم باعتبار ان شايفين امل مع الاخوان المسلمين، وكنا منضمين في تنظيم تبع الاخوان المسلمين يرأسه صاغ متقاعد اسمه محمود لبيب، كان كبير عنا في السن كتير، يعني مش صاغ يعني رتبته صاغ، رتبته صاغ بس هو كبير في السن. انا فوجئت انا شخصيا وبعض الاخوان اللي كنا موجودين انه في جلستين متتاليتين درس لنا كيف يتم حادث اغتيال. ما انا بقول لك يعني برجع لك وانا ملازم، وانا ملازم الكلام ده حصل، ان كيف يدبر حادث اغتيال والنضرجية والمراقبة والاستكشاف والكلام ده كله. فطبعا اول ما الكلام ده حصل وتاني مرة اتكرر تكملة للدرس ده، كل ما عملته الاتي: اقسمت ان لن احضر اجتماع تاني الاخوان المسلمين فيما يختص بحادث المنشية بقى. وهم بعدين حصل بعد كده اغتيالات كثيرة، الكلام اللي أنا قلته ده أثبتته الأيام في قتل النقراشي وأحمد ماهر وغيره والخزندار وغيره وغيره، يعني في سوابق. فإيه بعد العداء ما وصل بينهم وبين عبد الناصر إلى هذه المرحلة، إلى هذه المرحلة، إيه المستبعد أنهم يفكروا في اغتياله؟ يعني كيف لا يمكن تفكير في اغتياله؟ طب ما اغتالوا قبل كده ناس كتير، اشمعنى عبد الناصر ده مدبر؟ وبمحض الصدفة ان انا احد الناس الاحياء دلوقتي لازم اذكر هذه الواقعة للتاريخ وحتى تخرس الالسنة التي تدعي ان هذه مؤامرة. دخل علي في مكتبي في هيئة التحرير احد اشقاء ثلاثة معروفين انهم من الاخوان المسلمين، والواحد بعد التاريخ ده كله السنين دي كلها ممكن اقول اسمه يعني ما بقى السر، يعني هو عبد الرازق السعودي صاحب محل بقالة امام سنترال الزمالك في شارع 26 يوليو، وقال لي انا جايب لك خبر ومعلومات مؤكدة، خد العشر اسماء دول، العشر أسماء دول سيقع الاختيار على أحدهم بالقرعة أنه يغتال عبد الناصر في أقرب وقت، وبيدربوا حاليا على إطلاق النار. أحد هذه الأسماء محمود عبد اللطيف، أمر خطير بالشكل ده، كان لازم أنقله لعبد الناصر فورا. فرحت للرئيس وبلغته له، كان جمال عبد الناصر عنده نوتة صغيرة سودة قد كده، دي ما لا يتركها. راح مطلع النوتة دي وكتب العشر أسماء. الكلام ده قبل حادث المنشية ما فيش عشرة أيام. لما حدثت المحاولة واكتشف إن اللي عمل المحاولة محمود عبد اللطيف، عبد الناصر تذكر ان الاسم مر عليه، فبلغ عبد العظيم فهمي كان مدير المباحث، طلبني اني كنت في القاهرة في المكتب، لانه كان دايما بيطلب
ان لما يبقى هو في اسكندريه او حاجه ما بقاش انا والطحاوي خارج القاهره. فكنت انا في المكتب فلقيت عبد العظيم فهمي طالبني قال لي الريس بيقول انت اديته الاسم ده ضمن العشر اسماء، ايه المعلومات الاخرى اللي عندك او اللي تقدر تجيبها لنا بسرعه عنه؟ طلبت عبد الرازق السعودي، قال لي الولد ده سمكري او سباك، مقيم في امبابه، متطوع في الحرس الوطني كمان، يعني بيتعلم في الحرس الوطني وكمان يتدرب في الجيزة في إحدى قرى الجيزة اسمها باراجواي، أنا مش متذكر اسم القرية، كانوا بيتمرنوا فيها على ضرب النار. فانتهت الحادث ده بأن محمود عبد اللطيف فعلا هو اللي حاول إطلاق الرصاص واسمه وارد في نفس العشر أسماء. وبعدين هقول لك بقى حادثة المنشية دي أضرت بالإخوان وأضرت بمصر قد إيه. قبل حادثة المنشية مباشرة يمكن بشهر لما تردد في كثير من الأحوال تهديد عبد الناصر بالقتل من الإخوان المسلمين، إحنا بحكم أنا والطحاوي أصلنا إخوان فكان لنا برضو محبين من الإخوان، فحصل نوع من الانشقاق داخل الإخوان المسلمين نفسها، جزء كمل في تأييد الثورة وجزء استمر على عدائه للثورة. الجزء اللي استمر على عدائه كان برئاسة المستشار الهضيبي طبعا، الجزء الثاني كانوا تجار وعلماء وغيره وغيره وغيره. فمنهم مجموعة من 3-4 وبرضو حاول اسم تاني لأنه اسم يعتبر من أكبر عناصر الإخوان المسلمين وهو الشيخ سيد سابق، ومجموعة وكان في واحد تاني اسمه الحاج محمد جودة أو محمد أسعد علي كان تاجر رز في الأزهر، جم باقتراح عجيب ورحنا بيه لعبد الناصر. قالوا دلوقتي في عندنا 300 اسم في الجهاز السري، لو ال 300 دول فصلوا من الخدمة كل واحد هيحتار في معاش ولاده وأسرته، فبشكل ده نطمئن انهم هيتلخموا في حالهم ويبطلوا ايه التخريب والتدمير والقتل والكلام ده والاغتيالات. الكشف اعطي لعبد الناصر وبقوا يستعجلوه، ففي ليله قالوا لي بقى احنا مش قادرين، احنا شايفين الامور ماشيه بسرعه، فطلبوا ان يروحوا لعبد الناصر فخدتهم ورحنا لعبد الناصر يمكن بعد الساعه 12 بالليل. اقسم بالله ان هذا ما جرى. فقالوا يا ريس مش هتمضي القرار؟ قال لهم انا مسكت قدامي، انا مسكت القلم عده مرات، كل ما اجي امضي قرار الفصل من الخدمة اتراجع، لاني بحسب 300 في 5 متوسط الاسرة في مصر يبقى 1500، يبقى انا بجرة قلم هعرض 1500 فم وعرض يعني للحاجة بجرة ألم، أنا مش حامضي، لن أوقع هذا القرار، وإذا كانوا عايزين يموتوني يموتوني، أنا مش هقدر أعمل حاجة، إنما مش هعمل كده. ويمكن من أسباب نجاة عبد الناصر في حادث المنشية هذا المثال، إنه كان يحمل قلب عاطفي جدا. حادث المنشية الشهير كان خدعة للقضاء على الإخوان المسلمين كما ادعى البعض؟ والله يجوز، أنا مش معرفش بالتأكيد، لكن دي الطريقة اللي استعملوها مع أعضاء مجلس الثورة برضو، إنه يقولوا عليهم حاجات ويلفقوا عليهم حاجات وبعدين عشان يحاسبوهم على هذه الحاجات. حادثة المنشية أنا ما كنتش في مصر في وقتها، إنما كل الدلائل يعني تجمع على انه دي لا يمكن ان تكون مش تمثيلية، لازم تكون تمثيلية. ليه؟ القاتل عامل مش سياسي كبير، ولا المتهم بانه قاتل يعني ما هوش سياسي كبير، ما هوش راجل صاحب مركز في الاخوان المسلمين،
يوم يقعد في الصف الأول بين زكريا محي الدين وحسين الشافعي وعبد لطيف بغدادي في الصف الأول في مواجهة المنصة إزاي؟ يعني بالعقل كده أي حفلة رسمية أو أي حفلة رئيس الدولة أو رئيس الوزارة بيقعد في الصف الأول. هل كان في الصف الأول ولا في الصفوف الأولى؟ لا، ما اللي قيل إنه في الصف الأول. طيب اللي في الصف الأول ده إزاي يوصل؟ يعني إزاي يعني؟ إلا إذا كان جايبينه. الحاجة التانية، ما فيش رصاصة جات له، ما في قلم أحمر ولا حبر أحمر أو لون أحمر لطش في القميص بتاع عبد الناصر إزاي؟ طب مدام ما أصابتوش رصاصة، واضح قطعا إنه ما أصابتوش رصاصة. حاجة التالتة، إنه بعد 36 ساعة أو 48 ساعة يقال إنه راجل راح شاف المنطقة اللي كان حصل فيها الاجتماع فالتقى مسدس تحت مرمي في الأرض. ما هو ده كلام؟ يعني هل تعقل انه بعد واحد رئيس عبد الناصر بيضرب الرصاص ما حصلش تفتيش يشوفوا فيه مسدس ولا ما فيش مسدس، وانه الراجل خده وراح لحد رئاسة مجلس الحركة وسلمه بنفسه لكلام؟ يعني كل هذه المسائل تقطع بانه او تدل، يعني بلاش تقطع، تدل على انه العمليه كانت مركبه ومنظمه وكانت لتاكيد الوصول الى ضرب الاخوان المسلمين بقى الضربه القاسيه. موضوع المنشيه ده يعني هو الخاتمه لعمليه الاجهاز النهائي اللي بدات بحل الجماعه في 14 يناير سنة 1954 واعتقال الناس والمرشد وجميع وقت أعضاء مكتب الإرشاد وعدد كبير من الجماعة في السجن الحربي وفي العميرية والآخر. في يوم 1 نوفمبر 54 تكونت محكمة الشعب وتأكد عداء عبد الناصر للإخوان، وأصدرت المحكمة أحكامها ضد الإخوان، ونفذ في ستة منهم بالإعدام وعلى رأسهم محمود عبد اللطيف، وتزايد عدد المعتقلين منهم، وشنت الإذاعة والصحافة حملة شديدة عليهم بقيادة صلاح سالم. الإخوان المسلمين وجهازهم السري اضطروا الحكومة لإرجاء تنفيذ خطة إعادة الحريات كاملة. كلنا نعرف مدى تدينك وحبك للدين الحنيف، هل ده بيخلي حضرتك إلى حد ما آسف على أنك كنت عضوا في محاكمة الإخوان المسلمين؟ أهو ده بقى موضوع، يعني موضوع حديث على بعض، لأنه ربنا بيقول إيه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ما قالش من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين دي جت في مجال الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكلمة الإخوان دي تعبير عن الانشقاق، إنما المطلوب مننا أن احنا نكون مسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الإخوان المسلمين هم اللي بتصرفهم وصلوا الأمور إنهم يحاكموا. بالعكس، يعني الثورة أبقت عليهم دونا عن جميع التنظيمات السياسية والأحزاب تقديرا للدعوة بتاعتهم وتقديرا لدور البعض منهم اللي شارك في حرب فلسطين. ولما يعني حكمنا يعني إبراهيم عبد الهادي كان أساسا لتصرفه
الغليظ مع الإخوان المسلمين. هما طبعا لهم دور ولهم جهد، ولكن يعني تجاوزوا حدودهم لأنهم تصوروا أنهم بيأسسوا إسلام جديد، واعتزوا بالعدد. والعملية مش عدد، العملية استعداد للبذل والتضحية. فهم مرضيوش يشتركوا معانا في الثورة، لأن قال لك نسيب الناس اللي بتاع دول يعني يعملوا، وإحنا بتنظيمنا وبعددنا نقدر نحتويهم، ولذلك بيعتبروا ان احنا خطفنا منهم حاجة، ما خطفناش منهم حاجة. يقول المهندس سيد مرعي: جمال سالم كان يفتح لي قلبه في كل شيء، وخصوصا خلال فترة مرضه الأخيرة، ما عدا نقطة واحدة وهي محكمة الشعب التي تولت محاكمة الإخوان المسلمين بعد محاولة اغتيال عبد الناصر. ربما كان غير راض، وربما كان يعتبرها نقطة سوداء في تاريخه. هل رفضت محاكمة الإخوان المسلمين أيام ما كنت رئيسا لمحكمة الثورة؟ لم يطلب مني محكمة الثورة أنها تقوم بمحاكمة الإخوان المسلمين، يعني المجلس مجلس الثورة لم يطلب مني هذا، إنما فضلوا عمل محكمة جديدة رأسها جمال سالم. بدونك ليه فن؟ لأن حصل يعني ليا مواقف بالنسبة للمحاكمات، أنا اعتبروني يعني عامل قاضي وعامل ضميري في المحاكمات، ودي محاكمات سياسية لازم أخذ رأي المجلس فيها، أنا كنت ضد هذا. الحق بعض القضايا خصوصا قضايا الإخوان المسلمين كنا أنا بحقق في قضايا الناحية المدنية، وكان يعاملني في التحقيق اتنين، واحد منهم مدير مكتب الرئيس جمال عناصر ابنه علي صبري، والتاني كان رفعت كان في المخابرات الله يرحمهم الاثنين. كنا أنا كنت التحقيق باسمي، وأنا أعلم أن التحقيق هيروح نيابة، وأنه أي ضغط على المتهم هيلغي كل الكلام اللي قلناه. لكن اللي محدش يعرفه كتير أنه كان بينا في نفس السجن الحربي التحقيق مع الجانب العسكري من الإخوان المسلمين، وهنا كان في تعذيب غير عادي، كنا بنسمع أصوات التعذيب، والإشاعات طلعت بقى أن السجن الحربي ده اللي يخشه ما يطلعش منه، لدرجة لما سيد قط وهو أحد مفكري جماعة الإخوان المسلمين اعتقل لأنه كان هربان وجه، كنا في رمضان فبقول له تحب تفطر إيه؟ إحنا قايمين نفطر. فبص لي باندهاش جدا، قال لي أفطر إيه؟ قلت له تفطر إيه؟ قال لي لا أنا عايز شاي، كوباية شاي، وعندي بقصومات ناشف في شنطتي لأن أنا عيان مريض. قلت له حاضر هاتوله كذا كذا. قمنا احنا فطرنا ورجعت، قلت له انت كنت بتكلمني باندهاش ليه؟ قال لي لان احنا سامعين بره اللي نخش السجن ما يطلعش منه حي. قلت له لا مش عندنا. وكانت مناقشته فيما كتبه بمنشورات، وشجعته في انه يقول ايوه ده كتبته، لا ده ما كتبتوش، وكان التحقيق. ولما شافه السيد زكريا محي الدين قال لي انت كنت قريت ده كله؟ قلت له اللي يحقق مع سيد قض لازم يكون قرا كل اللي كتبه. والراجل في منتهى الشجاعة قال، وبعد كده اعتقل، وبعد كده خرج. إلا في المرحلة الثانية من القبض على الإخوان المسلمين في منتصف الستينات، كان النفوذ الروسي والنفوذ الشيوعي إلى حد كبير له تأثير على عملية إبادة الإخوان المسلمين. مين كان مسؤول عن السجن الحربي فن من الناحية العسكرية اللي حياتك بتشير إليها دلوقتي؟ كان اسمه معروف وتوفى مسكين، كان اسمه عباس، كان قائد سجن الحربي معروف بقسوته يعني، لكن كان ملوش علاقة بينا في أي حاجة تتعلق بالمتهمين المدنيين. هل لاقى الإخوان تعذيبا ما في فترة السجن؟ ولا يعني مسألة أصبحت يعني يعرفها الصغير والكبير والجاهل والعالم، أنواع التعذيب اللي كانت بتجري يعني في السجن الحربي مسألة يعني لا يتخيلها البشر. يعني مش مسألة انتزاع اعتراف من حد، لا دي عملية تعذيب يومي،
يعني لم يوميا طابور الساعه من الصبح للظهر يجري في ساحه السجن الكبير والعساكر واقفه بالكرابيج تضرب في الناس اللي ديت لمده اشهر. يعني الناس دول مش مطلوب منهم اعترافات، ده اللي اتحكم اتحكم واللي اتعمل اتعمل وخلط وغير ذلك. ما حدش مسك الاخوان المسلمين الا لما هم اعتدوا على الثوره واستدوا على رمز الثوره. فطبعا مش ممكن ابدا انهم يتسابوا، وكان معروف ان الاخوان المسلمين لهم تنظيم عسكري معروف. الاخوان غيروا طبيعه عبد الناصر بحادثه اغتيال المنشيه، لانه بعد كده لما بدات حمله الاعتقالات وكل الكلام اللي حصل للاخوان، ده بشر يا انت بتقتلني وعايزني بعد كده طبطب عليك، كان امر طبيعي ان يحصل رد فعل جمال عبد الناصر. ولو كانت الاخوان اخذت وضع معضد لعبد الناصر ومعين له دون النظر للاستيلاء على الحكم لكان مستقبل مصر اتغير.